ايش مخبين؟ ايش مخبين؟ ايش هذا؟ مسطرة. اوكي. كرة أرضية. مدرسة ده ولا ايه؟ كومبينيشن غريب. يا بص، أنا كنت في مدرسة الألماني، فكنت بتعلم ألماني وإنجليزي وفرنساوي وعربي. فالمدرسة ومدرستي كانت صعبة قوي قوي، يعني كانت أصعب مدرسة، فكانت كتير صعبة، وكنت بذاكر كتير 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 قوي قوي قوي. كانوا أصحابي كلهم في ألف وأنا نحط في باء دائما. في يوم من الأيام أنا يعني قلت لأبوي خلاص، يعني أنا صراحة بديت أزعل وضايق، أبغى أروح مع أصحابي في ألف. نقلوني سادس ابتدائي على ألف، وكانت هذه يعني من أحلى السنين في حياتي، لأنه خلاص جنبي أصحابي اللي أحبهم واللي مقرب منهم. لا، كنتش بشغب خالص، بالعكس، يعني أنا أعتبر طفلة هادية، ما مش بتاعة المشاغبة والكلام ده خالص. كانوا مدرسين بيحبوني قوي يعني. كنت مشاغب صراحة يعني، بس ماني شقي بزيادة، يعني مو من النوع اللي ينطرد وينحرم من المدرسة، لا لا، كنت مشاغب على قدي يعني. يعني بس أستاذي ياخذني في الكورنر يقول لي رياضة، كنت شاطرة قوي، أنا يعني رياضية جدا، وكانوا دايما بقى بياخدوني في الفرقة اللي بتكسب عشان أكسبهم يعني. كانت الرياضة، بس جاء أستاذ الله يذكره بالخير اسمه أستاذ شهاب، كان بدل ما لعبنا كورة يلعبنا جمباز، فكنا مرة نتضايق. فبعد كده يعني بعد ما راح أستاذ شهاب صار يدرسنا أستاذ ثاني الله يذكره بالخير أستاذ محمد رمضان، خلاص صارت المادة المفضلة ثاني هي الرياضة، لأنه نطلع برا ونلعب كورة وننبسط يعني. كنت يعني الطالب المثالي في الأخلاق طبعا، مش في مش في النتائج، لكن لا يعني أنا طالبة لذيذة يعني، بس لو حسيت إنه حقيقي حفشل بقى بغش، مش كتير يعني. كانت اللجنة مرة صعبة، إنه أنت أصلا أنت طالع يسار ولا يمين، كان المسافة بين الطاولة والطاولة مرة كبيرة، يعني مستحيل تلمح أي شيء أصلا حتى لو نويت، وأنا ما نويت أبدا.